في صوت. طب يبقى مقفل هذه كلها. بعد الله صباحكم كل خير، عبدي في كل مكان. اليوم جديد معكم الليلة على مقام الدر العنبري في مقام جديد. جماعة الخير، أنا وصلت الموقع، بعد شيء بدخل كالعادة. أي ملاحظة أي استفسار اكتب على الهاشتاج في تويتر على مقام الدر العنبري، وكلنا نقول مع بعض: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. في أحد؟ في طابع. أوه، هنا في كيبورد. شايفين؟ هنا في كتب. توقع كم سنة؟ كم سنة المكان ده مهجور؟ هنا في كتاب 1437، طبع 1437. احتمال البيت ده مهجور 1437، يعني هذا تقريبا الدولاب من 1437. بسم الله تقريبا، يعني كم سنة الناس نقلوا من المكان، عرفتوا؟ هنا في أغراض، في دواليب. بسم الله سمعت الصوت؟ في أحد هنا؟
فين السرير هذا يا جماعة؟ هنا بعد في ضلام، ايش في الداخل ده؟ بسم الله، في أحد؟ بسم الله، بسم الله، بسم في أحد؟ في شك. بسم الله. الحمد لله. هو يا جماعة الظهر أنا فتحت الباب، أغلب البيضان كلها مقفلة، شكك صوت أطفال. صوت أطفال. في صوت البيبان مقفلة هذه كلها، بسم الله بسم الله، قسم العمارة هذه شيء فظيع. صورت الغرفة هذه وهنا البيبان مقفلة، معقولة؟ شفت؟ you
شايفين؟ فإن الله هذا الباب اللي انفتح بالغلط فجأة على طول. خلاص باقي هذا الدور اللي فوق والسطح. طب هذا بعد مقفله. لا اله الا الله. شوف الدور اللي فوق. أصوات في المكان، في صوت زي ضربات خبطات، لكن بسم الله والله صرت أشوف الكرة، قلبي ارتعد. في أحد؟ بسم الله القرآن الكريم، ما شاء الله تبارك الله، تابش كبرى. غراض ترك وراحوا. هذا السطح خلاص تقريبا، هذه الشقة الأخيرة. حاطين ستارة بعد. في أحد؟ واضح المكان يا جماعة، المكان اللي انهجر تقريبا 3 4 ساعات. والله حسي بواحد واقف قسم بالله العظيم. في عد رياضية بعدنا بس انهجروا. هذا السطح يا جماعة تقريبا خلاص ما عاد بقى شيء تقريبا. ايه هذا السطح؟ هذا الدوران كلها مقفله طبعا.
هذا الطريق اللي كان مفتوح. أنا كنت وصلت نهاية المغامرة، وأنا المغامرة أنا أتعرضاكم، بس أحسن طبعا هذا بسط من الله ونخطأ الناس والشيطان، وصلى الله على سيدنا محمد، نلتقيكم في مغامرات قادمة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أحد؟